الشعور الثاني صباح الخير يا صباح النور والسرور، حياكم الله مشاهدينا الكرام، معي انا وائل خواجي في تاج وهاشتاج، حياكم الله في حلقه جديده، كثير من السوالف وكثير من العلوم وكثير من الرسائل وكثير من التهاني وكثير من الاماني والاشياء الجميله. كل منا لقى تهنئه وكل منا لقى رساله ايجابيه وكل منا لقى رساله ان الجمهور زعلان منه. انا يا جماعه الخير مبسوط اني اطلع لكم في تاج وهاشتاج، واسف على التغريده اللي غردت فيها، شفت رده فعلكم انه ذكرتكم انه باقي على البرنامج تقريبا 18 يوم، بس هذه هي الحاله. انا ودي اذا المتسابقين جالسين في المجلس كلهم ودي اشوف صوره عليهم، تكفون بس اعطوني تو ويندو ابغى اشوف مين اللي جالس. والله برزيقة قال شيء حلو اليوم، اعطاني لحن حلو، شوف يا برزيقة موجود، اعطوني يا برزيقة. بس قبل ما نبدا اي حاجه ابغى برزيقة، برزيقة رجع الاحداث القديم، برزيقة موجود؟ إيه صباح الخير يا عيال، صباح النور، كيف الحال؟ هلا مرحبا. وين أسامة المانع؟ أسامة يا أسامة، هلا هلا. شوف هذا الرجال داخل عالم البهلوانيات، خيمتك رقم اثنين يا الغالي. لا والله أبو رزاقة سام حبيبي، سمعت لحن حبيت اللي يلا لا يا لا يا لا، أبى أسمع منك مرة ثانية، تكفى والله أنت أبشر. يلا وش تبي تسمع بعد عيني؟ يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا، البرنامج قرب يخلص واللي ما يفهم لازم يحس، الفرصة ما تتعوض يا الغالي خالك ناه وحس. يلا برزيقة يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا، عاش جو الشباب برنامج بقى يخلص، يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا، والبرنامج يخلص الله. وين الشباب الصفقة الجماعية؟ وين؟ وين شباب؟ وين؟ وين؟ حلو. طيب مشاهدينا الكرام، وصلتني هدية للمتسابقين على الأيام اللي راحت، أنا وأنتوا حنشوف هديتهم مع بعض. أعطوني الشاشة، يلا يلا أعطوني هديتهم، يلا مشوار الالف ميل خطوة يبتدي، خلف عليك دليل حط ايدك بدي، ما في شي صعب ما في شي بعيد، خل عينك على القمة القمة من جديد. الله الله، ايش رايكم يا عيال؟ حبايبي الفيديو هذا علمنا باشياء، شكرا لكم، علمنا باشياء من الاشياء الجميله مرت علينا، شفنا شخصيات غادرت للبرنامج كانت لها بصمه، شفنا ناس عزيزين على قلوبنا كتب الخروج انهم يطلعوا من البرنامج، ولكن قلت لكم فاكرين اول كلمه لكم في اول برنامج؟ قلت انا كلمه انها ايام حتعدي وحتبقى ذكريات. يزيد نعم، تبغى تركب تاكسي يا الغالي؟ اعطوا صوت جالس ياشر. بتكلم بس اعطوا صوت يزيد. هاي الله يبارك فيك ابو تركي. ها قول قول يا زيد. يا اخي المونتاج مره جميل بس ما طلعنا فيه، ليش؟ يمكن ما كنت موجود، كنت في القصيم. لا لا موجود، كل روحاتي صدرد. طيب علي بن رويه ما راح القصيم. طيب طيب تبشر باللي طيب خاطرك اليوم. بيض راوي. يلا الله يستر امرك. اول المتسابقين مع قطع حبل افكاري، كنت بقول كلام جميل بس خلاص كنسل. فارس السيد، اسامه المانع، حمد الحبشي. ان شاء الله اذا خلص البرنامج روح مكه.
حلوة. طيب طيب خلاص أكثر من كذا أكثر من كذا الوضع طيب. يلا صب أول ضيف من هو؟ أسامة. فيصل العبدلي مرحبا بمليون. صباح الخير يا فيصل. صباح النور يا حي الله حيه. كيف حالك؟ يلا ابشرك بخير من شوفتك والله يا ابو تركي. يا الغالي انت والله ذكرتني باللي بيسافر تذكرته قبل البارح، اعطوك الدرع وشالوا منك نفس اليوم ليه؟ يمين يسار. فيصل اعطوه مايك يا عيال، زعلانين على فيصل انت ولا شيء؟ صوتي واضح. مايك ميوت ها ميوت ها خصم يعني. ها والله اسمعك شغال ما تسمعني؟ انا اسمع. يلا اوكي يلا. فيصل انطباعك على الاسبوع اللي راح كيف اديت فيه؟ والله الحمد لله الأداء كان جيد وتوقعت صراحة إني من الأربع الأوائل، لكن خلى المشاكي على الله. خلى المشاكي على الله. طيب جاتك رسائل نبغاك تجاوب عليها وتقرأ تغريدات الناس معنا، جاهز؟ تمام يلا توكلنا على الله. أول تغريدة تقول فيصل العبدلي حبيبي. مين هذا أبو قبوع جالس وعطيه وضعية متك أصيل ما شاء الله، طلع عندك من خشمك يا فيصل. ما شاء الله على فيصل عبدلي، اسلوبه وسرده للقصص جميل، جلسه ممتعه، ليت دائما يقول قصص على الانبياء. شكرا شكرا من القلب والله، شهاده اعتز فيها. جولي دائما باذن الله ان شاء الله القادم اجمل. جولي تقول يا فيصل انك انت ترى سردك للقصص رهيب، بس انا ما للامانه لا تزعل مني، اشوف انك ما اعطيت نفسك حقها في هالبرنامج، ليش؟ والله صح يا ابو تركي، يمكن في بدايه البرنامج او حتى نقول الثلاثين يوم الاولى ما كنت في المود صح بالشكل المطلوب، بس الايام الماضيه كان رتم تصاعدي، وان شاء الله في الايام الباقيه يبون يسمعون شيء جميل من ناحيه القصص والاشياء المشابهه. سؤال من الاخير، ودك البرنامج ينتهي؟ انا؟ ايه؟ لا. طيب حقراك التغريده الثانيه، التغريده الثانيه تقول فيصل العبدلي، انا بقراها يا فيصل. الحياه اجمل، ارسلت الفيصل تقول كلنا نعرف من هو فيصل العبدلي رغم صغر سنه الا انه مبدع وقدم الشيء الكبير، ويكفيك فخرا انك اخذت المركز الاول في مسابقه الاولمبياد، وكل وكل امرك لله عز وجل وما راح يضيع تعبك واجتهادك. اعطوني التغريده اللي بعدها عشان اخذها كلها مره واحده. يلا تقول ابو سلطان اعذرني لكن انت تنسى شخص مبدع، لو ترى ما لديه تعجبت كل هذه الانجازات في هذا العمر الصغير. فيصل 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 شخص مو بسيط، شخص ذو عقليه جباره، أنا واثقة 100% أن لديها الشيء الكثير لكن لم يمنح فرصة ولم يعطى حقه. من اللي ما أعطاك الفرصة يا فيصل، ومن اللي ما أعطاك حقك؟ والله أبو تركي أول شيء شكرا شكرا للتغريدتين الجميلة الماضية. أنا ما أقول ما أحد أعطاني فرصة لا، لكن أنا ما أعطيت نفسي الفرصة. طيب طيب تتوقع أنه في البرنامج أقوى منك عشان كذا ما قدرت أدخل جو معهم؟ مو كذا يا ابو تركي، لا تلف الدور، خلي صريح يا الغالي. ابو تركي ويصير من منزعتك يلا. اللي في البرنامج كلهم شخصيات قويه ما شاء الله تبارك الله في الساحه الاعلاميه، لكن انا اثق تماما انني اقدر اكون على صعيد واحد مع الجميع الحمد لله، واثبت الايام هذا الشيء. يا رب لك الحمد. فيصل بصراحه انا راهي من اول قلت البرنامج الفرصه، صلح وجهك امشي. شفته اقول برنامج الفرصه من اجمل البرامج اللي جالس تعطي كيو، تعرف ايش معنى كيو؟ يعني سلم واستلم. روحكم مره عاليه، ما عليكم من كلام بعض المقدمين انه في مشاحنات، انتم عارفين ايش يبغوا. يلا التغريد اللي بعدها. نوره الشهري تقول فيصل الطالب الدافور اللي المعلم يغير مكانه عشان لا يغشون منه. فيصل عبد الحبشي اعطاه وضعيه الواثق لنا درجات اعلى. التغريده كانت تاريخ اليوم، اتوقع تعليق على يمكننا نذاكر للدوره عشان نحل معه. ما ادري مو بتاريخ اليوم؟ المهم عادي اللي مشي بس ترى انك دافور انت؟ كم عدلك في الثانويين؟ لا ما هي دافور مركب. لا كذا واضح. شيلوا طلعوا برا يا عيال شيلوا جابها لنفسه. قفل الشاشه قفل الشاشه. يلا اعطيني التغريده اللي بعدها. يلا اعطيني التغريده اللي بعدها. يلا بسومة تقول الله يا فيصل كنت طالب مؤدب تغيرت وصرت مشاكل. غير صحيح. لا انا كنت مؤدب وما زلت مؤدب، لكن احيانا يا ابو تركي الظروف تحدك تخرج عن طور الى طور اخر، وممكن موعد الرحلات الجويه شويه تتغير. طيب اي لحظه تعرف ان المعدره. طيب ها باقي شيء الفيصل. طيب مين اللي قام زعلان يقول ابو تركي ما جبتونا؟ يلا ما جبتونا اعطوني يزيد.
اعطوني يزيد، يزيد الزغيبي هو جالس لا يقوم. والله لك اسيل الشهراني اليوم مره رهيب، الله كاشخ يا عيال. ليش جايبين الشاشه في وجهي؟ استغفر الله العظيم انا انصدمت، غير الشاشه عاد كيف الناس اللي يجونا. اي لاوي والله اني حلو بس جالس كذا مهد لكم. طيب اعطوني اعطوني يزيد، ابى اسلم على يزيد. اعطوني يزيد، اعطوني يزيد، ترى انا جاي ابغى اشوف المتسابقين، ما ابغى اشوف وجهي يا عيال. تمارين الصباح طبعا المسابقين شفتهم جالس يقولوا، كل واحد يقول انا ادفر من الثاني، اكتبوا تغريداتكم على الهاشتاج قبل. الله يزيد الله يزيد، ايش فيك يا زيد مدع سواكم تشير لي كذا يا الغالي؟ يا زيد كيف حالك؟ اهلا ابو تركي، اخبارك؟ ما تسمع الصوت مو موجود؟ طيب بلغه الاشاره. اللهم لك الحمد، ما في صوت، ما في صوت، ما اسمع. ان شاء الله اللي يكتبه الله ان شاء الله هو اللي بطلعه. الصوت ما اسمع، اشوف يزيد تسمعني الحين؟ اسمعك طال عمرك. شفت كيف؟ مرحبا بك حبيبي. بقول لك يزيد كيف انطباعك على الايام اللي راحت؟ والله ايام جميله، وايام يا اخي كل يوم يعني نقترب من النهايه تكون يعني احلى من اللي قبلها، فما ادري ايش اقول. طيب يزيد ابغاك توجه رساله لاصدقائك الان يسمعوك بسرعه. اصدقائي باذن الله اني راح اقدم الشيء اللي ترضونه ان شاء ترضون فيه باذن الله، وجايكم قريب ان شاء الله. الدرع الليله لك ولا لغيرك؟ والله طال عمرك هذه كاميرتي ممتاز حلو. الدرع ان شاء الله. والله شوف انا متردد يعني ما بين كذا وكذا، ولكن من الاخير ابى اصلي استخاره ان شاء الله. من الاخير لك ولا لغيرك؟ والله 50-50% يا ابو. لك ولا لغيرك؟ عطني من الان. والله نقول اقرب احتمال انه لغيري. طيب اوكي يزيد صرح ان الدرع حيكون لغير من يزيد. يا اخي تخيل يزيد يضحي اليوم، والله لو تضحي عشاك عندي نص بخاري. يلا يا الغالي دائما على بالي، وريني رسالة تغريدة تقول فعل يزيد. يزيد الزغيبي يا مميز في حضورك، في حضورك مختلف لقوة بوجودك على الشاشة، وما شاء الله متعدد الوسائط. لا بتبدأ مو بمتسابق، وين ما بغيناك نلقاك في اللعب، في الكلام الرائع، في المواضيع الجادة، في كل شيء. استمر في تألقك يزيد، هذا الناس راضي عنك. الله يطول بعمرك، بس لا عاد تنتف مرة ثانية، أكيد إنك غيران مني. لا أكيد إيه أكيد، ما شفت تويتي في صدري مستحي أول ما شافك. التغريدة الثانية تقول لك يا يزيد، يزيد أبغاك أنا أبغاك تعلق عليها بس مو بدحين، بعد التغريدة الثانية. يلا أعطوني التغريدة الثانية. التغريدة الثانية تقول من نوف 90 يزيد الزغيبي أنت رائع، وثقتك في نفسك راح تعطيك النجاح، استمر الله يسعدك ويوفقك، استمر من نجاح لنجاح، أشكرك على كل شيء قدمته، أنت رائع والكلام يعجز عن وصفك، شكرا ما توفيق حقك. يزيد الناس جالسة تثني عليك، هل تتوقع أنك جالس تقدم شيء حلو؟ والله نقول إن شاء الله بإذن الله، والإنسان ترى شوف يعني يصيب ويخطي، وأنت عارف يعني هذه فترة طويلة، كم الآن 42 ولا 43؟ 43 يوم متواصل على قدم وساق، يعني في الكيرف بيكون نازل وكيرف مره طالع، فباذن الله بيكون اداء ان شاء الله جميل، ولكن الله لا يحرمنا من محبه الناس، لان محبه الناس نعمه يا ابو تركي. والله العظيم انا اقول هذه ما هي بتغريدات، انا اقول هذه تهاني، وانت تستاهل التهاني يا اجمل طيب. من التهاني الله يسعدك قلبي. على راسي قلبي يزيد ناخذك. اقول لك ابو رزيقه وين يا الغالي؟ داخل محل دبابات، خليه يهجد يا اخي. اهجد لا ادخل لك مع الشاشه. ما سويت شيء انا يا خوخ رمان، تعالي من جوا البستان تعالي. لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا. يا جماعه الخير قبل ما ابدا التغريده اللي بعدها حصرت تصريح قوي. يوم من الايام انا كنت قائد احد المعسكرات في الحج، فجوني قالوا لي ترى في فرقه مسويه ازعاج. قلت لهم متاكدين؟ قالوا متاكدين. قلت لهم اوصفوا لي الطالب، انا اوصف لكم قبل ما توصفوا لي. اسمر معضل ومجامع الشباب في الساحه، قال لي قلت لهم هذا برزيقه والدول العمود انا عارف. فصار اذا في المعسكر قوته 4900، ابو رزيقه كان يحوسه حوس، هو واحد من الجيران. انا قائد الفريق ماني بطالب يا ولد، قائد الفريق انا. اجي شو اسمه ابو رزيقه تسوي؟ قال لا سخن الشباب طالعين المسح بس الساعه 4 ابوي وين. حبيبي ابو رزيقه اعطيني التغريده اللي بعدها. يلا يلا ران تقول دعم اسامه المانع، يزيد بطل في التقديم، اتمنى لك مستقبل جميل كما جمال موهبتك، استمر. يزيد ابغى اسالك سؤال، هل انت قدمت فقره هنا في البرنامج؟ والله كانت عندي فقره كرسي الاعتراف، لكن من كثر فقرات يعني فقرتي لغت. لا ما لا مو بعذر، سامحني
قدم ملفك يا صاحبي، باقي عندك 18 يوم. انا اصرح الان قدامك، متى تبغاها؟ يلا متى تبغاها؟ باذن الله. واخذت في فقره فرصتك معي يزيد، كان باستضافتي اخوي الشاعر الجميل سلطان بن بتلة، كذلك في فقره والله 43 كثير اللي سويناها من انجازات، لكن باذن الله خلال 18 يوم القادمه راح يكون في شيء مختلف، شيء يعني فاخر من الاخر. يزيد الزغيبي صرح انه الايام الجايه 18 يوم كفيله بينه يقدم شيء فاخر من الاخر باذن الله. على لسانه قال اذا جاء يوم 58 وما قدم شيء اكتبوا تغريده يزيد لم يفي بكلامه. انا والجمهور ضدك يا قلبي، لسان الناس. انا قلت لك امانه. باقي شيء ليزيد؟ رضاك عبد الرحمن، شكرا لك يا ابو تركي حبيبي. يزيد بكل مداخله ياخذ لها خصم، يعوضك الله. واضح انك منبرش يزيد. والله ماني منبرش، بس يمكن قد يكون بعض الاحيان العين عليك شوي. ها العين عليك تكون بعض الاحيان. ايش ذنبك انك نجم؟ الله يطول بعمرك، ها انت قلتها يا استاذ. حبيبي حبيبي شكرا لك. قبل ما اخذ التغريده الثانيه اعطيني وجه اسامه المانع، اعطيني وجه اسامه المانع، اعطيني وجه اسامه المانع. خلينا نرجع شوي بس، اعطيني وجه سامة. يلا ابو رزاق اجلس، ترى عندك تغريده الان بعد هذه. يلا ابو رزاق جهز، اعطيني وجه اسامه المانع. قربوا لي زوم على وجه اسامه المانع. قربوا لي وجه اسامه المانع. ليه ما تضحك؟ ليه؟ ايش وراك؟ ايش عندك؟ ابتسم لاجيلك. اسمع صوتك يا اخي، ترى انا مبتسم بصوتك. اسمع اسمع صوتك، اسمع. ارفعوا لي الشاره شوي، ارفعوا لي. واثبت على احمد الحج والواقع. يا لبى يا لبى اسامه المانع. طيب عبد الرزاق، عبد الرزاق، عبد الرزاق، اعطوني عبد الرزاق، عبد الرزاق. الله جلسة أليمة. على كم الحبحب يا الغالي؟ على 50. حبيبي عبد الرزاق سام، ايش تقول لجمهورك واهل الحساء؟ شكرا على ثقتكم ومشتاق لكم حيل مرة. انا رحت الحساء يا عبد الرزاق قبل يومين، والله ديرتكم حلوة واهلها يوصوني فيك. والله ما يصير ما تيجي ولا تقول تاخذني معك، ما يصير. نحبكم حبيبي، حبكم خالي، والله نحبكم حبيبي. طيب التغريدات معاك تقول لا تنسدح، والله لا اجيك من هنا، اطلع اجيك. يلا التغريدات تقول، التغريدة الأولى تقول لأبو رزيقة، التغريدة الأولى تقول لأبو رزيقة. أعطوني التغريدة الأولى حق أبو رزيقة. فاتن الدوسري تقول رسالتي لأبو رزيقة، أنت قطب البرنامج، أبدعت وتألقت من أفكار وألعاب وسوالف جميلة وصوت عذب ما شاء الله تبارك الله. ملاحظة، اضبط نفسك أمام تركي الدوسري وفكنا من الأعياد. عبد الرزاق إيش ردك على فاتن الدوسري؟ هذه من الجيش، من الجيش، من جيش برزيقة. كفو الشباب صفقوا صراعة التغريدة الجميلة. تستاهل، اعطوني التغريدة الثانية. احنا ضابطين امورنا مع تركي، واضح من اليوم. الاسبوع اللي راح والله الاسبوع ذا لا. نورة الشهري ما شاء الله، انا اقدم شكر لهذه الاخت اللي جالسة تحفز المتسابقين. ما شاء الله برزيقة ما حد مثلها، 10 عناوين بمبادرة واحدة. الله برزيقة عدوني التغريدة، والله ما قريتها. ما شاء الله برزيقة ما حد مثل 10 عناوين مبادرة واحدة. الله يسعده، نفسي اشوف فرحته بنجم الاسبوع، الله يحققها. لا 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 ابو رزاق ايش المبادرة اللي سويتها 10 عناوين؟ ثلاثة 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 وبس، ثلاثة وبس. قالوا لنا ما تاخذ النجم الا لازم نسوي مبادرات. كنا نسوي مبادرات. احس ان الاصدار بدا يرجع. لا تقدر معي، عطني مسابقه ثانيه. يلا عطى 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 تغريده ثانيه. ابو رزيقه ما راح يطول، قلت لكم يا جماعه خير يومين منضبط 10 ايام. لا ابو رزيقه فاهم الانضباط غلط، الله يهديه. اي والله انا شفتها. يلا خذ لك خذ لك. يلا عاد هذا اذا شفت التغريده في الليل شوفها كذا. طيب دعم اسامه المانع، ابو رزيقه بطل ما شاء الله تبارك الرحمن، الشخص الصحيح في المكان الصحيح. استمر يا ابو رزيقه. اعطوني ابو رزيقه فريق صفقه لفريق الدعم حق اسامه. يستاهلون والله يستاهلون. اسامه المانع ما شاء الله تبارك الله فريقه جالس يغرد للعيال. انا قلت عندهم كيو، ما هو عنده احد، جالسين الروح اللي بينهم ما هي عند احد. اذا تسمح لي اسمح لك. ليه ما اسمح؟ يعني انا امسي صراحه واصبح على جيش الجميل، جيش ابو رزيقه وفريق دعمي، صراحه يستاهلون الف تحيه. صفقه الله يستاهلون يا شباب.
إذا أبو رزيقة سوى 5 مبادرات بعنوان مبادرة واحدة ب5 عناوين فلا تلوموه إذا قال أصبح وأمسي وأسلم في وقت واحد، ما أدري كيف جابها فالله يعني. لأن كلها اجتمعت في واحدة. إيش اللي واحدة؟ والله لحجر لك، إيش اللي واحدة؟ ها؟ إيش اللي واحدة؟ مبادرة واحدة. طيب باقي شيء لأبو رزيقة؟ باقي شيء عشان ما نطول يا شباب، يلا تكفون. العنزي تقول الفرصة 39، الحمد لله الموسم الأول من مبادرات أبو رزيقة خلص. أوه. هو الخوات الأمهات الآن إيش فيكم؟ الحمد لله الموسم الأول من مبادرات أبو رزيقة خلص، وهو الخوات والأمهات الآن أنتم مع الموسم الثاني للسعادة. يعني خلاص أنت الآن انتهيت من الانضباطية ورجعت أبو رزيقة التحديث القديم، تحديث الأولي. طيب أبو رزيقة ايش تبغى تقول لاخوياك اللي عندك بامانه رساله؟ إيه؟ اقول الله يفرقنا، الله لا يفرقنا. سامحوني شباب علي، خليني الاصدارات ابو رزاق. الله لا يفرقنا. اسمع، الله لا يفرقنا، واي لاف يو، احبكم يا شباب واصدقائي الجميلين، وانا صراحه لا اشوف واحد منكم باذن الله على النجم اليوم. شكرا. اسمع تحيه لبرزيق يا عيال، استاهل استاهل استاهل، يعطيك العافيه. الان معنا الضيف الثاني علي بن رويه. مساء صباح الخير، الله يسامحك يا برزيق. صباح الخير يا صباح الخير بن رويه. صباح العسل، كيف حالك؟ صباح النور. احب الخبز زيتون. امورك طيبه؟ تمام يا صاحبي. اليوم شفت انه اسمك من الاسماء اللي حتطلع برايم اليوم، اسماء ثقيله جدا. رده فعلك يعني ممكن تكون اخر رساله، ممكن بدايه انطلاقه. ايش تقول يا علي بن رويه؟ نقول الله يعين. الله يعين والله. اسماء ثقيله في البرايم، فما تدري والله وين، لكن نقول نسال الله التوفيق والسداد، وابو رزيقه يقاتل على الاول، ونقول وانا باذن الله اني اقاتل على الاول، واسال الله اني امكن من الحصول على الاول عشان احرم ابو رزيقه من فرحه الاول. هل يا ترى علي بن رويه راضي عن نفسه بتقديم البرنامج؟ علي بن رويه انت راضي عن نفسك؟ ترى انك قدمت كل شيء تبغاه ولا باقي عندك شيء ما قدمته؟ والله من ناحيه انك قدمت كل شيء تبغاه، لا والله باقي ما قدمت كل اللي انا ابغاه، لكن تقول والله راضي عن ما ظهرت فيه، الحمد لله. يعني انا يكفيني اني كنت في صحبه نجوم، فهذا من فضل الله يعني علي، الحمد لله يعني. شكرا علي. التغريده الاولى تقول اللي علي بن رويه سن، الرساله تقول من العنود الشيخ: نجمنا اللي تعلمنا منه احترام الغير والابتسامه الجميله وتقبل اراء الغير بكل احترام، وحثه لنا بفعل الخير مهما كان صغير. استفدنا من طرحه للقصص المفيدة بطريقة جدا شيقة ومحمسة. بارك الله فيك ونفع بك وجعل من رباك في جنات النعيم يا علي بن رويه العنود الشيخ. حشوف لك تغريدة ثانية علي تقول: منى تقول مبدعنا واستاذنا علي بن رويه عاهدناك انسان خلوق جدا مبدع بمعنى الكلمة ومثال احتذى به، نتمنى ان تحرص وتركز على جمع النقاط، استفد من وقتك بتقديم المزيد وفالك التوفيق. شكرا شكرا. اتمنى والله يعني الكلام ده دافع، والانسان ترى يعمل في الحياة، ان كان موظف، ان كان في عمل تجاري، ان كان يعمل للفيدباك، للاثر الراجع لك. الفيدباك ايش رايك فيني؟ فانت معلم تعمل تبغى انتاج علمي للطلاب، صاحب عمل محل تبيع تبغى عائد مادي لك، احنا نقدم رسالة يهمنا الرأي الإيجابي من الجمهور، والسلبي اللي يقول والله انتوا اخطأتوا في الشيء الفلاني احنا نتقبله بصدر رحب، لان دورنا ان احنا ما نخطئ. حبيبي علي يعطيك العافية. يهمني انك تكون متفائل جدا. مشاهدي الكرام، الروح اللي عند الشباب جالسين نتعلم منها كثير. الأيام عزفت على الرحيل، لا تقعد تبكي لي في تويتر، اشكرهم ادعمهم حفزهم، لا تنتقد. ترى أجمل ما في الحياة أنك تجبر بالخواطر، الكلام الإيجابي دائما يصنع من المحبطين والإنسان اللي يسقطون قمة ونجاح وانطلاقة جديدة. ناخذ اللي بعد علي بن رويه ولا باقي في تغريدات لعلي بن رويه؟ والله يا علي باقي، والله يا علي باقي. ملاذ تقول خلوا عيونكم على بن رويه لا يحصل برتقال اليوم. ايش قصة البرتقال يا علي؟ قلبت فكهاني في البرنامج؟ ها اي صحيح، قلبت فكهاني في آخر الوقت. ايش يا علي؟ لا هذه قصة. لا قولها. لازم؟ لازم، لازم لازم. والله لقينا تفاحة وحسبناها تفاحة وطلعت مو تفاحة، فطلعت التفاحة
قريبة من البرتقالة، فظنوا أني راح أجد برتقالة فما وجدت البرتقالة لأني وجدت التفاح. صحيح. فلما أجد التفاح سوف أعيد التفاح حتى أجد البرتقال. صحيح نعم. دربيلي درب النابة، دربيلي ما درب النابة، تقلي الدربل بدربيلي ما درب. عالي تسوق عن جالس إيش يضعك؟ الله من كان به سحرا فطلة. نعم سلطان قاعد يقرأ هنا. خلي برزاقي، خلي برزاقي يكمل الباقي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. والسماء والله لا العصر. لا سلطان تحمست الغالي، طالع لك جني من الشاشه انا. ايش فيه يا حبيبي؟ حبيبي سلطان قعطاني. ها باقي شيء على البرويه ولا نروح؟ على البرويه عندك تغريدات تقول لك من مروه عبادي او غبادي تقول ما شاء الله تبارك الرحمن علي بالرويه وروايه القصص النافعه الجميله، احس له من اسمه نصيب في روايات القصص، الله يزيده علم ورفعه في الدارين. علي هل انت كملت قصصك من يوم قطعتك انا؟ والله يا وائل يا انت صرت علي لعنه صراحه. ليه ليه ليه, ليه؟ والله العظيم الصباح قطع سالفه الصين، فهمت علي؟ ومن ايه هذا شاهد، وشاهده شاهد من اهله كان معي قطع السالفه. والله من قطعت سالفه قطع سالفتي وائل ما كملت سالفه لا من الشباب ولا من المخرج. والله صدق الاثنين يعني انا قلت الشباب، قلت يمكن الشباب متحمسين. يا رجال اصبر خوياك شوي، قرب علي المخرج اقول يا حبيبي قاعدين نتكلم عن الرسول اصبر ليش تقطع؟ يقول ما 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 انتبهت. مو المخرج الصوتي الاعداد جلطوني يا رجال. ابغى اقول لك يا علي هلا. انت رجال طيب المخرج الجميل، تكفى رجع لي شويه على يسار علي بالرويه، في اثنين كان عليهم ايقاف خدمات بالله ارجع تكفى بسرعه قبل ما يغيرون جلستهم. تكفى واسطه الله يفك همكم يا الغالي. اعطوني اللي بعد. مين اللي بعد؟ شكرا علي بالرويه الله يسعدك على قدامك يا ابو تركي. شكرا ودائما لك. انا اقول لك يا بالرويه المشاكل اللي تحبط الناس او الاصطدامات اللي تصير ترى تصنع منك نجاح. على فكره لو تلاحظون اكثر شخص كان يعاني من اصطدامة في البرنامج هو اللي اخذ براء المركز الاول في برامج الواقع. لاحظوها دائما اللي يقع في مشاكل ودائما عليه خصميات يكون بطل، لانه دائما يخطف الاضواء باخطاء غير مقصوده. انا ما ودي راح تسوي مشاكل تقول وائل قال عشان اخذ الاول. لا يا حبيبي الاخطاء الغير مقصوده واللي تجي عفويه ترى دائما تساعدك وتقويك. مين اللي بعده؟ لا يا شيخ قم قم اجلس قم اجلس يا سمسح دموع قم اجلس تبكي يا الغالي. اسامه المانع صباح الخير. جالس تبكي اسامه المعنى ما ادري ليش تبكي. يلا ليش تبكي ليش؟ اضحك ليش تبكي ليش؟ ليش تبكي؟ والله اضحك. ارحب يا ابو تركي يلا حي صباح الخير يا اسامه يا الغالي. خلاص خذيت حقك. اسامه كيف امورك؟ سام طالع كيف المعنويات؟ عالي العالم يا حول ولا قوه الا بالله. العيال كلهم جمعوا عند اسامه ابو تركي قد افرقهم هو حبيبه فارس اسامه كل المعنى عشان كذا يبكون. اسمع انا صدمت يزيد جاب من وراك اسامه كل المانع هذا. والله صادق والله صادق. اول شيء انا اصبح عليك يا اسامه واحب ابغاك توجه لي رساله لابوك. لابوك اي والله انا جاني رسائل كثيره عن الوالد وخدماته في العسكريه والاشياء اللي جالس يسويها. بصراحه يا اسامه انا ما استغربت لما شفت عطائك في البرنامج ولما عرفت ابوك صالح المانع اكثر. ففعلا هذا الشبل من ذاك الاسد شكرا لمن ربه. والله يجعل والديه في الجنه ويجزاه خير. للأمانة أبو ذو قصص جميلة. أنا طبعاً بفاجئك بشيء، أنا ولد خالتي طبعاً هو اللي الآن أخذ مكان الوالد عندك، فعلمني عن أبوك وعطاياه وجمايله كثير. الله يعني يعطيه العافية ويخلي لكم يا رب. أمين يا رب أمين. الله يسعدك أسامة المانع. الناس راضية عنك كثير الحمد لله. بس هل تتوقع أنك قدمت الشيء المأمول يا أسامة؟ الحمد لله بإذن الله. وبإذن الله أن عندنا يعني دائماً الواحد يقول سأل الله يجعلنا عند حسن الظن وأكثر ويجعلنا زي ما تقول خلفاءه في هذه الارض. احنا خلاص على قولهم زي كلمه وليد بصالح اليوم قال انتم وصلتوا صرتوا مشاهير ولا هو كمان يمدح الشهره. طيب فيقول وصلتوا قدموا الشيء يعني اللي قد يعني يبقى لكم اثر على الاقل. اسامه كم برنامج واقعي شاركت فيه؟ اربعه؟ لا 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 اثنين. اثنين في برنامج بس ما اعتبر الساريه ما يعتبر واقع يعني مره. طيب افضلها بكل صراحه افضلها عادي اسمح لك بالنسبة لي أنا اللي شفت نفسي فيه هذا الفرصة؟ إيه صراحة. اسمع تحية يا عيال هذا الله. نجاح جماعي ليش؟ نجاح جماعي. أنا لأني جيت مع ناس أقوياء ناس قلوبهم نظيفة قلوبها على بعض. ناس إذا شافت واحد فينا يعني في ضرب وفي نزول والله أنها ترفعه. جيت مع ناس مليانة محتوى فجالس استفيد منهم. ففعلا شفت نفسي في هذا البرنامج يعني أديت أكثر من اللي كنت أتوقع أني بأدي. شاء من شاء وأبى من أبى أسامة المانع ما زال سماء صافية تحتضن كل السحب.
تيجي وتتجمع بس أسامة ثابت. الله يعطيك العافية. التغريدات تقول يلا 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 التغريدات تقول ران دعم أسامة المانع، واللي واثق منه جمهور أسامة المانع إن نجمنا إذا وعد أوفى. نتطلع للمزيد وندري إنك ما راح تقصر، وترى أول المراكز ما يناسبها إلا مبدع مثلك. بالتوفيق لك وهنيئا لجمهورك أسامة. تاج على الرأس والله. لو تلاحظ ران ومثلا قدر العنزي، نور الشهري، أسامي متكررة يا أخي يدللك على أن الجمهور يا أخي قلب طيب. أوكي دعم أسامة المانع، بس اللي يستاهل واللي يستحق الدعم راح يذكر في الهاشتاج فلان فلاني غير أسامة المانع، يذكر ويشكر ويمدحون ويسوون ويسوون له مونتاجات، مع أنه مو مثلا أسامة المانع، مع أنه تبع دعم أسامة المانع، لكن هذه دل على أن قلوبهم طيبة وناس تحب الخير للغير فعلا. وانت إنسان جميل والله. وانت إنسان جميل. التغريدة اللي بعدها تقول أسامة المانع من مزاجية. أسامة المانع تبارك الله عفوا أسامة المانع تبارك الله أحسه مرة أخلاق وما له بالمشاكل، بس يطربك بصوته يمثله، والله قل خيرا أو أصمت. أعطني اللي بعدها اللي بعدها على طول نعلق على ثنتين مرة واحدة. يلا ما شاء الله على صوت أسامة المانع، وبس مشكلته مقل في الإنشاد. أسامة كل الناس تثني على صوتك يا حبيبي. كويس إن جت هذه إنه مقل في الإنشاد، لأن في فقرة بعدك. بعد هذه؟ إيوه راح بإذن الله تمخمخ عقولهم. يعني ناخذ شاهي ونفرج وقهوه باذن الله شيء كذا موزون. طيب اعطوني اللي بعدها. يلا يستاهل اسامه والله والله يستاهل اسامه. قلنا عنه سفير السعاده، يعني مندوب توصيل هدايا، مو بيقوم عيالكم من النوم ويشوف مين حضر ومين غاب. حلو حلو. اعطيني اللي بعدها اسامه والله العظيم. انت يعني حطوك معدد وحطوك منبه وحطوك منشد وحطوك جميل. انا على الهواء اي لاف يو. فاقول لكم يا حلوين اسامه يستاهل الدعم والتشجيع وكل ما يقولوا من كلام زين. ايش رايك؟ فاهمين ولا مو فاهمين؟ الله يسعد قلبك يا شيخ حبيبي. انت نور العين. نشوف اخر تغريده من مين. ونقول يا صاحبي سلام من على ميم. يا اخي احساسي يقول اسامه هو يروح يشتري لنفسه يسوي انه الجمهور جابه. صح صح عليها. بقول لك شيء، لو بسوي كذا كان هديت نفسي. قل والله كان يا اشتري لاخوياي كلهم، ما قد هديت نفسي انا اسامه ما قد جاني. لكن طيب. جابوها بيض الله وجههم. طيب. باقي شيء اسامه ابغى منك شيء اختم بفيك. صوت حلو عشان اقفل الحلقه بسرعه. صوت حلو من عيون الثنتين. يلا قفل قفلوا هذا عشان نجهز ونسمع صوت اسامه. يلا طيب. هلت عيوني دمعها وانهمر، والقلب عفا مسافر، اشتقت للديرة كتبت للغالي سطر في سطر، من دم قلبي عبر، واشتقت للديرة ويا لا يا لا 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 يا لا 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 واشتاق للديرة. الله يا أسامة. الله الله أسامة حركت الحنين وحركت الشجن وحركت. والله العظيم نحن مشتاقين. كلنا ودنا نفلح نروح. والله العظيم أسامة أنا بحملك أمانة، سلامي على الوالد والوالدة، تكفى سلام من عيوني الثنتين. جعل والدك في الجنة. والله أنهم يحبونك يا والد. الله يسلمك. إيه والله لأن سريرتك طيبة وقلبك طيب وتحب الخير. جعل والدك في الجنة. على كلام أسامة أنا أعطوني وندو للشباب كامل. رسالة اليوم للشباب ودي أقول لهم رسالة. جاهزين؟ يلا أحمد. رسالة اليوم، رسالة اليوم تقول مهما تكلموا فيكم، مهما حكوا عنكم، مهما حاولوا يحبطوكم، ما راح يوصلوكم للنجاح. دائما الضربات اللي من الخلف تقويكم. لا تكونوا ضعفاء، استمروا، ترى أحلامكم جميلة، فلا تسلموها لغيركم. والله يا صاحبي ما حد حيقدم لك أي شيء عشانك أنت. اللي يقدم لك شيء خذها مني عشان مصلحة. قليل ما تلاقي أوفياء. حلمك يتعب عليه وروح، وصدقني يوم الأيام الكل حيوقف وحيصفي لي. أسبوعنا على خير.